كله بانتظار انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الأول لهذا اللقاء ولهذه القمة ولهذه الليلة الكبيرة جدا. روح الاتحاد تظهر في الأوقات الصعبة، هكذا كتبوها اليوم في إشارة للفريق الذي يريدونه إكمال مهمة تحاول فيها ساديو ماني. عدى بيرسل كرة عرضية عالية رأسية من تاليسكا، لكن الكرة أيضا لم تتخلص. كنت أتكلم عن التشكيلة، سقوط أحد اللاعبين جاياردو لن يصدق، لا يريد إصابة أخرى، لا يحتمل ذلك أبدا. سلامات لتاليسكا، سلامات لزكريا هوساوي، صراع الرؤوس في قمة الرؤوس الكبرى. شوف اللقطة الماضية، كنت أتكلم بالتأكيد عن مسألة التشكيلة اللي يخوضها أيضا اليوم جاياردو في حراسة الكرة العرضية. تاليسكا راسية كريستيانو، لكن الكرة أيضا بتتخلص. واجهة التاسعة والتي كسر فيها الاتحاد ذلك الأمر بانتصار كبير جدا بخمسة أهداف مقابل هدف. يومها بوس تراجع كثيرا، الكرة تصل إلى كريستيانو في مكان بيلعب الكرة، لكن الكرة أيضا لم تتخلص عن طريق حسن كادش. الاتحاد سادس الدوري، قادم من خسارة أمام الرائد، خسارة أيضا أمام الأهلي، خسارة أمام ضمك. يرسل كرة، يريد النصر أن يفرض أسلوبه. كريستيانو هدف أول، لكن هناك رايا يا كريستيانو، هناك رايا يا كريستيانو. عرضية كانت من تنس، ما زال كريستيانو رونالدو يريد أن يسجل. الحذر واضح، وتاليسكا تصويبه، الله أوتافيو في متابعة مستحيلة. اللقطة فرصة بتضيع، كانت التهديد الأول عن طريق تاليسكا، عن طريق تاليسكا. شوف اللقطة، يريد مساحة إلى روما، روما والكرة إلى بنزيما، تقدم وانتوب عبد الله، عدى تلاعب مستحيل. الله الأمور في طريقها للتسوية، ولكن خارج الملعب فقط. هنا حمد الله يختار تسويته، يختار طريقته المفضلة في أرضية الملعب. يا عبد الرزاق، يا عبد الرزاق، القضية التي لا تنتهي. شوف السحبة، شوف المرور، شوف التصويبة، الاتحاد يسجل. نعم، تحويلة الكرة العرضية العالية رأسية المتابعة، هناك خطأ يحتسب وهناك ركلة جزاء. من الذي وقع في الخطأ؟ تبادلوا الأدوار، علي لجامي يسقط، دفاع الاتحاد في اللقطة الماضية، هل كان بنزيما؟ كريستيانو ياخذ نفس، يتقدم الآن كريستيانو. الله، لا أحد يضع الكرة في مكانها مثلك أبدا. هدف التعادل يأتي عن طريق كريستيانو رونالدو، النصر يعود عن طريق فارسه، عن طريق هدافه، عن طريق الدون، عن طريق هداف العالم حتى الآن من ركلة الجزاء. الرجل الذي يمنح عائلته كل شيء، النصر عائلته، يضعها من ركلة الجزاء، يعدل النتيجة، صارت 1-1. شوف اللقطة، إلى أسد الترنجا، الكرة في مكان إلى كريستيانو، هرب كريستيانو، تقدم كريستيانو، صواب. الله، هل كسرت العارضة؟ الكرة ما زالت، تاليسكا، النصر يريد أن يقلب الطاولة، النصر يريد أن يقلب القمة. سل في مكان بروزو، تاليسكا يحاول، ما زالت، ولكن الكرة تعود من إلى ساديو. عرضية وتغيير الاتجاه، لا لا، عرضية، عدى إيغور، وقف الكنترول، لكن بترجع إلى فيصل. سقوط حكم المباراة يشير إلى ماذا؟
يشير إلى ماذا في هذه اللقطة؟ هذا اللاعب فيصل الغامدي أحد أهم اللاعبين الذين قدمهم الاتحاد في هذا الموسم. في 26 دقيقة يتقدم كورناتو عرضية روما، الكرة كانتي يمرر روما، إيغور عدى ولكن بعد ذلك من جديد إلى فيصل الغامدي، تمريرة كريم، لمسة سقوط كريم، إيغور هناك صافرة وهناك خطأ وكرة ثابتة. هذا كريم بنزيما في اشتراكه مع فوفانا في اللقطة نصف ساعة، إيغور بيلعب لك كرة عرضية ولكن الرأسية تبعد السلطان، تلسكي تقدم كرة عرضية رأسية لا تأتي كريستيانو، طالت اللقطة الماضية شمسا الاتحاد سادسا، هكذا المشهد وساديو يريد أن يعود للكرة، أليكس تيلس بيرسل لك كرة لو عدى، تلسكي عدى صواب أبو القنابل، أبو القنابل يفجر واحدة هنا من مسافة قريبة في الكلاسيكو ويسجل تلسكا، تلسكا لا يغيب، تلسكا هنا المطرب لا يتوقف عن الغناء، لا يتوقف عن الغناء، أغنية الكلاسيكو أحدث إصداراته، أحدث إصداراته، نعم هذه أغنية، شوف الاستلام، شوف السديد في نص الملعب، الله على الصناعة، روما يا رب ماذا أضاعت روما، ماذا تصدى نواف الآن لكرة التعادل، الله على الأسف، شوف اللزق حضر عدى عبد الرزاق تلاعب صوب لكن الكرة تتحول، يتعامل في اللقطة الماضية وحاول فيها بشكل فردي ولكن لاعبين نصر بينهم ولكن هنا يلعب بالنار أمام من؟ كريم بنزيما إلى روما ضاعت في هذه القمة في السنوات الماضية، سجل في هذا الكلاسيكو كثيرا في الدوري وأيضا في الكل، الكرات القليلة التي وصلت الآن يقول كورناتو بكرة عرضية رأسية، الله هل تؤكد بقائك أم تصعب رحيلك يا حمد الله؟ عاد حمد الله، عاد الاتحاد، لا يمكن للهداف أن يغيب اليوم، فكيف بحمد الله؟ لا يمكن لعبد الرزاق وسط هذه الظروف، غاب دفاع الاتحاد وحضر هجومه، وحضر هجومه، وحضر من جور انطلق، إيغور بيرسل كرة إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق عدى تلاعب مستحيل، بنزيما يا رب تصدي الموسم، ضاع من هاتريك الموسم بالنسبة لعبد الرزاق، ماذا فعلت يا نواف؟ هل كان متسللا حمد الله؟ يعدى تقدم ساديو بيلعب لك كرة إلى فوفانا، عدى ودار بيلعب لك كرة وضرب في النار، ضرب في النار، لكن طائشة كانت يا فوفانا، طائشة كانت، كريم بنزيما إلى زكريا، عدى بيلعب لك كرة، روما الكرة ما زالت ولكن إلى خارج الملعب الآن تحتسب إلى ضربة ركنية، أرسل كرة صارت إلى عبد الرزاق بيلعب لك كرة في مكان بنزيما استلم صواب مستحيل يا كريم، هذه كراتك كنت لا تخطاها أبدا يا كريم، ماذا حدث اليوم؟ فوفانا خذ مكان، رونالدو خذ مكان، كرة ثابتة في أخطر مكان، يا فابينيو في هذا المكان بالذات، تلسكا موجود وكريس كرة ثابتة، شوف لهذه القمة يتقدم بيلعب لك كرة ولكن تعتلي العارضة، فرصة كريستيانو ضاعت والنتيجة ما زال التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين. مباراة مشاهدينا متابعينا بمنعية وهنا استلامة ولكن فابينيو في التغطية والتحضين، الله على الشيف هنا في هذه اللقطة وهذه اللعبة، والحكم الفار، الحكم اليوم الملعب، ماذا سيقول حكم المباراة؟ ركلة جزاء يا فابينيو، ركلة جزاء يا فابينيو، إنه لا يصدق في هذه اللقطة، لقطة كانت ميتة، أصفر كرت النصر الأصفر، كرت النصر الذهبي، يتقدم كريستيانو، الله لن يستسلم النصر ومعه كريستيانو أبدا، سيلاحقون أمانهم،
سيدافعون عن أحلامهم، سيسجلون، من مسافة، قوية. الله، متابعة من تنسك، لكن العبود، والكرة بتتحول من جديد. عبد الرحمن الذي غاب الموسم تقريبا حتى الآن، طرف المرة الأولى، كريستيانو والصناعة، تنسك والإنهاء، يتقدم الآن إلى ساديو. يا رب، ما بين يمين كريستيانو ويسار تنسك، للمثلث ضلع آخر، اختار اليوم الأهم، اختار الوقت المناسب، اختار الهدف الأغلى، الرابع من ساديو ماني. فرحة كبيرة، في اللقطة الماضية لساديو ماني، واحتجاج أكبر من قبل لاعبي فريق الاتحاد في نص الملعب. شوف اللقطة، شوف اللعبة، صارت 4-2. المباراة يعطي اتحاد الفرصة الآن، أوتافيو إلى ساديو، 5 يسجلها النصر اليوم ويكسر عقدته التي استمرت بالنتيجة الكبيرة جدا. 5 من كرة مرتدة هنا، 5 يأتي بها ساديو ماني وينهي بها تماما هذه المباراة. النصر إلى نقاط الثلاثة، هذا اللقاء إلى ساديو ماني الذي يسجل الهدف الخامس ويقسم على الاتحاد.